تصريح وخط السير. اشرب وهيس وانسى البوليس. حصلوني. ادي قصتك الكذب. قلت لي بقى مين اللي مشغله؟ ما انا قلت لك يا باشا قبل كده مين اللي مشغله. ما تفكرني. العجوان يا باشا، واللي اسمه سامي ده ملوش دعوه باي حاجه، ده منظره بس يا باشا. كده فكرتني بقى. مرت قلت لك انه قريب ابو عجوه. صح يا باشا، بس هو ما يقربش لابو عجوه يا باشا. العجواني حاجه وابو عجوه حاجه تانية يا باشا. باذن انا بقى يا باشا اخلع قبل ما العجواني يجي، عشان لو لمحني هيلبسني اسود اكتر من لابس يا باشا. باي باي استك. باي باي يا باشا. اديني 10 دقايق وبعدين تهجم بكل قوتك. حاضر يا فندم. يلا يا عجواني، العزا خلص. على فين يا حبيبي؟ على فين؟ على النادي. هناك بيقدموا وجبات غذائيه مفيده. لا يا باشا انا واكل ومية مية، مش عايز. مش عايز؟ ده انا جايب لك بدله التشريفه معايا، قصدي بدله النادي، انت وحبايبك اللي معاك دول.
نكتة حلوة قوي، والتهمة ايه بقى المرة دي؟ التهريب والتجارة في الطرب، قصدي الترب. انا زبون هنا ومليش دعوة بأي حاجة. احنا عارفين ان المكان ده بتاعك، وان سامي ده وجهة وبس. سامي؟ سامي مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. احنا عرفنا كل حاجة. من أستك؟ أستك؟ أستك مين؟ انا اول مرة اسمع الاسم ده. ايه ده؟ هو ده البن المحوج؟ ايه اعمل لك فنجان. اخرس يلا قوم معايا انت. هو على فكره انت كده بتضيع وقتك. انا اضرب وقتي منك. المهم انت تدور على محامي شاطر. محامي واحد بس؟ انا معايا هيئه محاميين من جامعه القاهره ومن كامبريدج ومن السوربون، مش كده يا انح؟ كده يا ريس. قول سياره الشنطه دي كمان. اطلع لك عنتر، كل اللي راهن عليه شبهك من بني عبس. شايفوك؟ نعم؟ أنا جات لي فكرة. فكرة إيه؟ ما الموتوسيكل راح خلاص. بس عدت. يا خسارة الموتوسيكل. أنا أطوعك ليه؟ أطوعك ليه؟ نفسي أفهم. ده أنا لسه لحمه إمبارح، كان فيه خرمين. يا خسارة اللحام، يا خسارة اللحام. أنت ما أنتش عارف الموتوسيكل ده إيه بالنسبة لي، ده ورثي الوحيد عن جدي الله يرحمه. هفتح لك عجلاتي في نفس المكان اللي كان فاتح فيه جدك. مش محتاجين الاتاية الليلة؟ ماشي. مساء الفل. خطوبة، طهور، سحور، أي حاجة. دي العملية مجنطة خالص. ماشي. حسن. بقولك ايه يا حسن؟ قول. استنى استنى. هنا رياض في ايه؟ انا تعبت مش قادر اكمل والله، جعان وتعبان يا حسن، وبعدين عندي مغص وحاسس ان الشيله ابتدت تشتغل عليا. مش عارف انت لو تسمع كلامي، احنا نعيش في البلد دي ملوك. ملوك؟ ملوك ازاي ان شاء الله؟ انت عارف قشطه اللي نزلوها في السباق دي على اخر لحظه؟ الحصانه دي ما كانش معمول حسابها في السباق، نزلت وهي اللي قشت. لو انت عايز تراهن على قشطه، القشطه دي اللي هتقشطها الاخر. يا جدع انت ما حلتناش حاجه نبيعها. يعني احنا هدومي يعني عشان تستريح وتبيعها؟ يا عم تقلع هدومك ايه؟ ده انت صاحبي اللي طلعت بيه من الدنيا دي كلها. ايوه ايوه. الشويتين بتوع في رمز انا فاهمه. قول عايز ايه؟ هات من الاخر. لازم تبيع. لا في عندنا حاجه كده يعني مش محتاجينها، لو رهناها هتفك ازمتنا. احنا عندنا حاجه مش محتاجينها؟ ايه دي؟ الساكس والترومبت. ده انت طرقعت على الاخر. ولو جالك شغل هتزمر بايه؟ بمناخيرك ولا بقك؟ تعال بس تعال. هاجي فين يا جدع؟ ايه مفيش حاجه النهارده؟ انت تاني ان شاء الله جنازه حتى. صحيح، اللي اختشوا ماتوا. حبيبتي يا عسل يا مدندشه. ازيك يا ابله فضيله؟ استحملت انا السبت اللي فات عاصم. ما انت عارفه روحي بقى، انا ما منعنيش عنك غير الشديد القوي. طبخت له كل اللي عايزه، الحلو والحادق. والحادق ده لسه موجود؟ كنت فين يا عاصم؟ كنت فين يا عاصم؟ يا اخي ما احنا كنا مع بعض. الله انت تنسى ولا ايه؟ اصل الواد زكي تعب، جات له كلى وكريزه بقى، مش هقول لك، ونقل دم وقصه قصه. صح، نقل دم منه عشان كده دم تقل شويه. ما انت عارفه روحي بقى، احنا فصيله دمنا واحده. اوه 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 اوه. هنكون في فندق 5 نجوم في الغردقه، واكلين شاربين متنيلين. ها؟ لا لا ما تخافيش عليهم، هيكونوا في مسؤوليتي. ها؟ تاني هما بنتين، ساكس وترومبيت، هي اسطى ابو زيد. نعم؟ انا مين؟ انا مازن. مازن
قفل في السكه. ايه ده؟ دي اصلا كانت في العلوي قوي ووقعت، جالها انهيار عصبي بعد عنكم. ايوه يعني احنا كده ناقصنا بنتين. ما تكلم الست هوانم. المهم في شغل لينا ولا لا؟ طبعا عندنا طلبيه ترومبيت وساكسفون. ترومبيت؟ مش كده يا صفية؟ ايوه يا فضيلة. يا صفية هو انت هنا يا حياتي؟ طب الشغل ده فين؟ الله يرحم زمان والفنانين كلهم بتوع زمان. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه بس دلوقتي؟ كان لازم يعني واحدة تتجوز والتانية تخلف والتانية تعتزل. انا عايز الحق الاتوبيس. وانت؟ انت يا زفت الطين اللي اسمك راضي، انا عايز افهم كنت فين بقى لما واحده اتجوزت والتانية خلفت والتالته اعتزلت؟ ها؟ انا خلاص مش طايقاك ورمت منك، انا قررت افصلك. وانا موافق يا ست نهايه، بس لازم تبقوا عارفين حاجه، انا بشتغل مدير فرقه مش نادرجي. يا سلام يا خي، النادرج قال ايه؟ وبتعمل ايه في اسكندريه؟ واضرب ابيض يا ستي، اتعادت مع صالح الانونجي. هو صالح الانونجي عمل فرقه؟ سامح منال، نبيل ناجي، حنان واختها، حنان واختها، بس لقيتها. ايه رايكم في حنان واختها؟ مين حنان واختها؟ حنان واختها انا قريتها كده زي عمر ودياب، دي عليها حته رجل حنان واختها، ده مقاس جزمتها 45. يا حضره مدير الفرقه، حنان واختها بيجهزوا الدخل تخطوم الكبيره، بس حضرتك ناسي. انا بقى عندي راي، نقفلها ونجيب ظرفها ونبطل شغل. يلا يلا يا استاذ راضي، وما تنساش ميعاد الاتوبيس بكره. مساء الفل. مساء الخير يا باشا، احنا كنا جايين عشان الشغلانه بتاعت الغردقه. ايوه انا مازن. وانا زكي. وانا عاصم. حد قال لكم انا عايز قرود؟ يلا يلا يا فوق انت وغلط. سعادتك بس قرود ايه؟ مش حضرتك عايز ساكس وترومبت؟ ايوه الالات مظبوطه، بس انتوا لا. واحنا لا ليه يا فندم؟ ايه الغلط فينا يعني؟ هنلخبط الباتي على السيكه ولا هنعمل لك صبا ونقول لك ده جاز؟ جاز ايه يا ابني انت؟ حجاز. حجاز شكلكم كده ما ينفعنيش. حكايه الشكل ده احنا هو. احنا هو. الله يا ابني ارتبوا بنات. لا بنات صعب قوي. بنات ايه؟ هي دي فرقه بنات؟ ايوه يا سيدي ايوه فرقه بنات. ها اتطرقوا بقى. بقى ده مقلب بتعملوا فينا فضيله وصفيه. هنبقى ستات على اخر الزمن. ضل ناقص. لا حلو حضرتك يا باشا، احنا لو بقينا بنات هنبقى بنات كده. بنات افكارك، بنات لوس. وايه اللي ناقصنا يعني؟ باروكتين و وبالونتين وبدل البدل جيبات وفساتين. ونرقص لك رقص ولا اجدع رقاصه، تعرف عاصم ده لما يتقصع ولا فيفي عبده. باشا باشا زكي يا باشا بقى في القصير مش هقول لك. حبيبي يا عمر، حبيبي يا عمر يا عمر. صاحبك سخن شويه. ونسمي نفسنا عصمت وزكيه. ايه رايك يا عصمت؟ عصمت وزكيه؟ يلا شكينا باشا. يلا يلا يلا. على فكره فرقه انغام الليل عايزين ساكس وترومبيت الليله ب 150 جنيه. موافقين يا باشا، والله العظيم موافقين. موافقين ايه؟ انت عارف انغام الليل دي ايه؟ دي الفيوم تروح على 150 جنيه؟ وايه يعني 150 جنيه؟ راجع الموتوسيكل. ولا اقول لك ياض احنا نراهن بيهم على قشطه. بس مش هراهن على حاجه خالص. ايوه يا شمشمه. يلا. عملت ايه مع البنتين بتوع محاسن العلمه؟ ده من حق. واحد دلوقتي هنسافر الفيوم ازاي؟ ده سفر يا ابا. ما تقلقش، تعالى بس تعالى. عملتوا ايه يا بنات؟ عملنا كده. يا الأمورة هتسهر فين النهاردة؟ لا النهاردة في فيلم هايل في التلفزيون. بذمتك يعني مش عايزة اتمشى شوية على النيل كده مع بعضينا؟ لا ماليش مزاج ومش عايزة اتمشى. طب كنت عايز العربية النهاردة. عربيتي يا ندل. النهاردة بس. النهاردة بس. ده بس يا عزم يا عسل. يا عسل يا عسل يا عسل يا عسل يا عسل 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 يا سلام.
بقول لك يا عاصم، ما تسيبك من البنت الفضيله ديت وتسيبها لنا شويه. ايه طبعت ولا ايه؟ البنت عجبتني بصراحه. فرق برج عندك قارئ اهو. وانا ارمي اللي في ايدك على الارض. ارمي. حط ايدك في دماغك. فوق دماغك. هو احنا اسرع حرب لا مؤاخذه يعني؟ انت هتستهبط؟ لا انا بسال يعني. فتش وما دوكش. معاك سلاح؟ سلاح يا حضرت. احنا على فكره انا ذكي. انا ذكي ذكي. بلعب سكس. اثبت. ما انا عاصم. لا انا اللي ذكي. ما انا عاصم. انا عاصم بلعب سكس وانا بلعب ترومبت. ولو حضرتك متاكد الحكايه ديت احنا ممكن نعتذر. مزيكاتيه؟ لا نصحيه. تعمل ايه هنا انا؟ جايين ناخد عربيتنا. فين دي عربيتك انا؟ انهي عربيه؟ انتوا مش عارفينها ولا ايه؟ لا محظوظين بس. يا دي علي. يا علي انت بتجرش عربيات من ورايا انا؟ معقول يا باشا؟ احنا عربيتنا الفولكس الحمراء اللي واقفه هناك دي. ايوه الحمراء اللي هناك واقفه فولكس. خد عربيتك وخلاص انتهينا. عادوك. تعالوا يلا بابا. ايه الجراش ده؟ خد عاد معاك الاسلحه طلع بره. اسلحه الترابيزه دايما. والله زمان يا أستك. ايه يا ولد لسه بتمط ولا بطلت مط؟ عجواني انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني جاي يرد لك الجميل. بقول لك ايه، صحابك اللي انت بتحكي لهم كل حاجه بالتفصيل ما لقيوش الصندوق. انا ما اعرفش اي حاجه عن اللي انت بتقوله ده. بقول لك ايه، تاخده. في ايه يا خساره يا أستك؟ ثلاثة دام. ما دام غير وجه الله. أنا بقلح لساعك المرة دي. باي باي يا أستك. بلاش عجواني. لا عجواني. لا إله إلا الله. خد يا لك وهو. ما شفناش اي حاجه خالص. انت شفت حاجه؟ عشان الناس اللي ماتوا دول انا ما كنتش هنا يا باشا، وبعدين مؤكد هم يستاهلوا، هم ناس وحشين. احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ مش احنا كنا جايين ناخد عربيتنا وماشيين على طول. تاني عربيتنا؟ هي مش عربيتنا، هي عربيه واحده اسمها فضيله. انا ممكن خمس دقايق اجيبها لك ونخلص الموضوع ده. يلا يا عاصم. بقول لك استنى منك ليه؟ احنا صحيح رايحين فين؟ احنا رايحين بعيد خالص يا باشا. مش عايز ولا كلمه. احنا مش هنتكلم خالص ولا هنتنفس. انتوا فعلا مش هتتنفسوا تاني. هوبا. بليز يا ريس. يلا يا خفيف انت وهو. هوبا. مش هو الدم دلوقتي، اعرفوا مكاننا وفضيله دمك معروفه. هوبا. هو انت موديني على فين؟ لابعد مكان نقدر نوصل له. يا عم انت بتوههم هم ولا بتوهني انا؟ انت ما تعرفش الناس دي. يعني انت اللي عارفهم هتعملي فيها رافه الحجان دلوقتي؟ بلغ البوليس. استنى معايا كارت. لا من ناحيه السهم، من ناحيه السهم. يبوعة. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مش بتبلغ البوليس؟ بوليس ايه، احنا قدهم. طب خلاص يلا نخلع. يا عم نخلع ايه، ده احنا هنحلق. اهدى بس. نحلق ايه؟ نصحى. الو استاذ مازن، انا سمعت ان حضرتك عايز اتنين، واحده بتلعب ترومبت وواحده بتلعب ساكس. ايوه ايوه اوكي. اوكي باي باي.
هما بيمشوا ازاي بالحاجات دي؟ بتهيألي كده محتاجة تدريب. بيمشوا كده كده؟ طب انا بردت، في سلهوب هوا داخل من تحت. يا اخي ما كل الستات ماشية اهي، في حد مات؟ حاسس اني عريان والناس كلها بتتفرج عليا. دي منظرة كده حد يبص عليها؟ يا بنت ما انت بتهجر. يلا هنا تاني. ستات ولا بلاش؟ يلا يا ابني مفيهاش حظ. يلا يا سكرة. معقولة؟ دي حاجة تانية خالص. بقول لك ايه، اهدى. ايه؟ لما نبقى نروح الغردقة اقلع الزبالة دي ونرميها، ولما ترجع راجل اعمل اللي انت عايزه. انا خايف من حكاية الستات ديت. ليه خايف ليه؟ ما حدش قال لك تحبل. احبل؟ دي اللي مش ممكن تقنعني بيها ابدا. بقول لك ايه؟ هو ده اللي ناقص. استنى بس، استنى. ايه؟ العجواني ورجالته ورانا، والاتوبيس قدامنا. اتوبيس ولا عجواني؟ لا اوتوبيس. طيب يلا يلا بينا. احنا جينا اهو. انتوا اللي بعتكم المكتب؟ ايوه. الجداد؟ اه طبعا جداد، ده احنا جداد لانج. الاستاذ راضي مدير الفرقه، وانا نهايه الجمال. وانا عصمت. وانا نونا. انشانتي. عسل، سكس وترومبيت، انتوا انقذتوا الفرقه يا جماعه. المهم قولوا لي، كنتوا بتشتغلوا فين قبل كده؟ هنا. لا هناك. لا احنا بتاع كله بصراحه. احنا خريجات الكونسرفاتوار. الكونسرفاتوار؟ ام التريتوار. طب يلا اطلعوا. انت يا نونا كرسي 7 وانت يا عصمت 8. وانت كام؟ انا معاك. يلا يلا سيبوا الشنط. يلا يلا. شكلهم ما بنطمنش ابدا، مخنشرين قوي. بالعكس انا شايفهم متون عسل كده. ايه حكايه نونا دي؟ ايه اسم زكيه بلدي مش عاجبني. نونا احلى. يلا يا نونا. سكر اموره قوي، مش معقول. قولي لي يا حلوه، انت انسه ولا مدام؟ انسه. أنسة ولا تزعلي نفسك، كلنا كنا كده. اوعي، طول ما انا معاكي ما تقلقيش، هتتبسطي قوي. يلا يلا يا نونا يلا. ايه؟ سوري نسيت اعرفكم بنفسي، انا نونا ملكة الترومبت، احسن ست تلعب ترومبت في كل الستات اللي بتترمبت. وانا اسمه ساكس. مرحبا. مدام نهاية انا حمزة. طيب يا حبيبتي لحظة واحدة وجاي. بقول لك ايه حلو. بقول لك انا ايه، ما تنساش انك ست. ها ما انا عارفة. رايح فين؟ خرب بيتك، اديك عملتها. عملت ايه؟ قطعت الحمالة والبالونة هتقع. بالونة؟ طب يلا الحمام نظبطها. يلا. قبل نهاية بعد اذنك رايحة الحمام. ايه في ايه؟ جالي هبوط. هبوط ايه؟ هبوط اضطراري. مش هتقول لحد مش كده؟ قلبك ابيض، هنقول لمين؟ يا خرب بيوتكم وانت كمان. اصلهم لو شافوني هيطردوني من الفرقه. انتوا اللي بتعزفوا ترامبت وساكس؟ انا نونا ترامبت. عصمت. ساكس. واقفين عندكم ليه؟ ادخل. تشربوا؟ وماله؟ ميرسي. هو انت منين يا سكر؟ انا من اسكندريه، من كامب الشيزار. جينا القاهره من 10 سنين، من عيله فنيه كبيره. ماما مدرسه موسيقى وبابا كان مايسترو. برافو برافو. مايسترو فين؟ في الاوبرا. اه صحيح. مايسترو لازم يبقى في الاوبرا. انا كمان فنانه مغنيه، بس صوتي مش قوي كده.
وكمان الفرقه كلها مش قوي كده. انا اشتغلت معاهم عشان اعرف ترابي. بسره. الترابي من ايه يا سكره؟ سوري انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انتوا مش عايزين تشربوا ليه؟ عايزين. لا احنا بنشرب بس يعني بالنهار. لا على فكره انا ممكن ابطل بس انا اللي مش عايزه. وبيني وبينكم كل البنات بتشرب بس انا بس اللي بتقفش. لازم تتقفش طبعا. مشكلتي اني دايما واقعه من قعر القفه. يا بخت القفه. باي باي. تجنن يا عصر. عصر احنا هنا في كام غلط خالص. عايز ضرب في الرحلة. ما كنتش اقصد ضرب بعضيكم، كنت اقصد ضرب ده. ايه لو سمحت يا اخ، الحاجة دي تخصني انا. انا اسف. اتفضلي. لو سمحت يا سكرة مش عايز الموضوع ده. ايه ده؟ ايه يا نسا، العلبة دي بتاعتك؟ اتزفلطت من اتزفلطت. لا هاتي العلبة لو سمحت، هاتي العلبة، الرحلة مش ناقصة زفلطة. هاتي. خلاص لو عينك فيها خدها. انت يا بنت، انت يا طويلة. ايوة انت. انتوا مش قلتوا لي انتوا الاثنين انكم درستوا في الكونسرفاتوار؟ درسنا هناك سنه. الله، مش قلتوا 3 سنين؟ لا هي سنه بس. خرجنا حسن سير وسلوك. بقول لكم ايه، في زفتين مش عايزاهم في الرحله دي. الزفت الاولاني الزفت اللي كان في الارض ده، والزفت الثاني بقى الرجاله. مفهوم؟ لا رجاله ايه، الرجاله دول كانوا زمان، دلوقتي خلاص بيتخلعوا. حضرتك
هاي نونة، ازيك؟ اهلا مديحة. هاي قمر. قمر باي باي حبيبتي. لبنى مش معقول قميص نومك يجنن، جايباه من انهي بوتيك ده؟ هاي نونة. اهلا نونة ازيك؟ اهلا سكرة، تصبحي على خير. وانتي من اهله يا حياتي. ايه شبط الامراض بقى، مش قادر اعصب اعصابي اعصابي. لا انت احسن حاجه بقى تقعد تقول انا زيت انا زيت انا زيت. عندك حق، انا زيت 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 انا زيت. يلا خش النار. حاضر. يلا تصبحي على خير يا عسل. يلا يا عسل بقى عشان نخش ننام. خلينا شوية عاصم، يلا عشان خلينا شوية. بقول لك جرم الستات يا عاصم. انت تقعد هنا ما تتحركش، فاهم ولا لا؟ ايه هو ده؟ افرض حبيت اروح الحمام. ممنوع. افرض عطشت. بقول لك ايه، كل حاجة ممنوع، فاهم ولا لا؟ امتى يجي اليوم اللي اتجوز فيه واخلص من الهم ده؟ يا سلام. افرض طيب. ايه يا بنت الحلاوة دي؟ احترم نفسك. اتفضل. شكرا يا فندم. انا متشكره قوي، مش عارفه لكن ممكن اعمل ايه. انت تمرين يا هاني، ده اقل واجب. هتصبح على خير. نهايه انسه نهايه انسه. انا اسف، حضرتك قلت لي اسم الفرقه ايه؟ فرقه بنات مازن السعراوي. شكرا. اهلا حفظ. اقول لك ايه، عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما خدتش بالك من حاجه غريبه كده في البنتين الجداد دول؟ غريبه؟ غريبه ازاي؟ معرفش، اول ما ايدهم بتيجي عليا بحس باحاسيس غريبه قوي. فين؟ فاهم؟ في معدتي. معدتك حموضه؟ حاجه زي حموضه. دلوقتي بس عرفت مين اللي فعلني مرارتي. مين فعلك مرارتك؟ قدامي. مين فعلك قدامي؟ بقول لكم ايه، كله ينام، الصحيان بدري مفهوم، مش عايزه دوشه. بقول لكم ايه، كله ينام، صحيان بدري مفهوم، مش عايزه دوشه. طب ممكن اقلع الباروكه وانا نايم؟ مفيش باروكه، ما نضمنش الظروف. نونه بقى يا حبيبتي تصبحي على خير. وانتي من اهله يا عصمت. بقولك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست انا ست. ها انا ست انا ست انا ست انا ست انا ست. سكرة. كنت عايزة اشكرك على اللي عملتيه معي، انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي، معقولة احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني؟ لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقولة حد يرمي النعمة؟ ده حتى يبقى حرام. ايه ده، الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجة انا ممكن اعملها لك. اي حاجة؟ اي حاجة؟ ده انا ممكن افكر في مليون حاجة. نهاية. نهاية دي بداية. سكرة تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا زي مع بعض. وبعدين انا مش هجيب سيرة لحد خالص، ولا حتى العصمت. لعلمك عصمت دي قرشانه. انا هستنى معاكي هنا لغايه ما ترجع تاني اوضتها. يا حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خشي، انا احب الدفى زي عينيا. عارفه يا نونا، وانا صغيره كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني بعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانية، أبص في عينيها وهي تبص في عينيا ونبتدي نحلم. طمت يلا يلا احلمي.
مالك؟ ايه يا حرام، دي انت بتترعشي. هي مش رعشة على قد ما هي اعصاب يعني. ايه ده، دي مولعة ورجليكي ساقعة موت. انا انا في عمرك كفاية. استني بس، كفاية اعملي معروف. ايه رأيك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن، بس انا ست بتقولي ايه؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانه يعني عيانه يعني. مش انت رايحه فين؟ انا كمان عيانه. طيب يعني انت عيانه وانا عيانه، نحن عيانين مع بعض يعني. تعالي بس. عارفه احسن حاجه ايه؟ ايه؟ سيجاره. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوه المولد يا حلاوه. الدنيا برد بره وبرد جوه، الواحد كده هيعيا، قصدي الواحده هتعيا. هتوقعيني؟ استني. ويعني ما تقعي، انا عايزك تقعي. انا عندي ليكي مفاجاه. تعالي اقعدي اقعدي. بصي بقى، هعمل لك مفاجاه ما حصلتش. يلا اعمي نفسك، انا وانتي وعصمت جوه، انا وانتي انا وانتي وبس. انت تعمى قوي، سكره قوي. هاي، ازيك؟ هاي سكره. هاي نونا. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه تيجي ديت؟ طب انا جاي. لا طنشي مفيش احلى من قعده البلكون. عايز احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجميل لما كانوا قاعدين في البلكون، عمل فيها عمل فظيعه. يا ايناس يا انس، قومي يلا وصحي منى وحصليني على اوضه نونا، في حفله هناك. واوعي تنسي ازازه الويسكي اللي انا دكيناها. منى موني قومي، في حفله قومي. بس يا ستي، راح الشاطر حسن زنق ست الحسن والجمال في الكورنر بتاع ايه؟ البلكونه. لا قصدته. لا قصد دي حفله خاصه، انتوا مش فاهمين. ايه ده؟ انتوا ايه؟ لا قصد مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما هو انتوا مش فاهمين. انا و لا هو ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده بقى؟ لا استنوا، عصمت نايمه كده تصحى. لا يلا يلا تلج. يلا تلج ايه؟ يلا. انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ ماشي كل حاجه. اول مره اشوف ست بتطلق ايديها. بس خليكي يا جماعه بقى، انا هروح اجيب لكم تلج. لا استني، رايحه فين يا سكره؟ هروح اجيب التلج. لا ازاي، استني. الله، ما دي هتروح. طب استنوا، انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى استنى، رايح اجيب تلج. يا حلاوتي، ايه ده؟ ايه ده؟ تعملي ايه عندك؟ سرقتها، كانوا حاطينها على اللحم. مقصودش انتي مش خايفه؟ لا، تقدري تقولي اتعودت. غبيه على فكره. انتي مش غبيه بس جريئه قوي. قوليها بصراحه، انا لو ما كنتش غبيه ما كنتش فضلت في الفرقه دي لغايه الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقه رجاله بس ما قدرتش اتعامل معاهم.
انت اشتغلتي فرقة رجالة قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه. انا اشتغلت مع 6 فرق رجالة. مش عايزة اقولك. انا عارفة الرجالة دول ملهمش امان، خاينين يعني، حاجة زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهلة وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسية ناحية بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنية اقعد اعد ل10 ل20 ل100 عشان ما اجريش وراه وابوس. انتي عارفة انا بلعب ساكس. ايوه بس انتي بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقة دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضو بيهرب من الرجالة؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كلكم وبتوع الساكس دولكم تاني، وانا بعيد عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصة حب بجد. لكن برضو اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها يلعب قمار برضو، وتديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبية مش كده؟ الذكاء مش كل حاجة. بس انا عايزة اقولك على حاجة، انا خلاص مش هقف اللعبة البايخة دي تاني. انا كرهت حظي. تلجي فين؟ عارفة يا عصمت، انا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنة، عشان كده هبتدي افكر. تفكري في ايه؟ زوج، اسرة. عرفتي ليه انا مبسوطة ان انا جاية الغردقة؟ وطبعا عايزة غني مش كده؟ مش مليونير، كفاية يكون عنده شقة، عربية، شاليه، يا سلام بقى لو عنده يخت. بحلم مش كده؟ لا لا لا، بس على فكرة ممكن تلاقي. وانت كمان يا عصمت ان شاء الله هتلاقي. بس بقى انا عايزاه طول بعرض ماله يدومه يعني. عشان يقدر. انا بقى عايزه جوزي بنضاره. نضاره؟ اصل الرجاله اللي بيلبسوا نضاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضا. طول عمري كان نفسي ازور زنقه الستات، هجيب لحد عندي. لا 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 بلاش اللعبه بالثلج، بلاش اللعبه بالثلج. لا لعبه بالثلج لا لا بلاش بس. طب هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه، بلاش نلعب بالثلج ونلعب لعبه الفوز. يلا ما تيجي يا ماما. مدام نهاية زلزال؟ زلزال ايه؟ بركان يا راضي. بركان جديد ده. دول بقى اللي انت بتحلمي علشان مجال غردقة؟ دول الاشبال تحت التسعين.
اقل واحد فيهم عنده 75 سنة. بس دول خلاص قربوا يسافروا السفرية الأبدية وان واي تيكت. يمكن عندهم أحفاد هنا. يمكن مفاتيح الأوضة. حد شاف جراب النضارة يا جماعة؟ النضارة دي انت كمان هاتي. ايناس وسمر. ايناس وسمر 416 مديحة ولبنى 417 مديحة ولبنى سوسن وسارة. سوسن يلا يلا سارة. منى وسكرة. منى. عصمت ونونة. عصمت يلا يلا سكرة يلا نونة. نونة نونة تاخد طرود ويارة. اسم الله عليك اسم الله عليك. اسمحي لي بالشرف ده. معقولة ما يصحش كده يا سليمان؟ سليمان الساكت. وساكت ليه؟ ما انت بتتكلم اهو. لا ده لا اسمي كده على بعضه. سليمان الساكت صاحب محلات الساكت المجوهرات. اهلا وسهلا. ومن هانم اسمها ايه؟ هانم مين؟ انا اسمي نونة. اسم جميل كله مزيكا. تحب المزيكا؟ احب الفن قوي. ابقى تعال احضر الحفلة بتاعت فرقتنا ان شاء الله. بس ممكن اشيل عنك دي حاجة تقيلة قوي. اتفضل. ما احبش اكسف رجاله ابدا في الشيل دي. طيب ورايا. استني انت كنت شايلها ازاي؟ ولو ان عيب ان الواحد يسال سؤال زي كده الواحده ست بيقابلها لاول مره. انما انت عمرك كام سنه؟ تديني كام؟ يعني 22 26 ما يزيدش عن كده ابدا. ايه النصاحه دي؟ وانت تديني كام؟ اديك اعدام. قصدي من 35 ل 85. ايه الذكاء ده؟ على فكره انا احب الفن والفنانات قوي. والجيبات والشرابات. لا انا بكلمك بجد، دي كل عيلتنا تحب الفن والفنانات. انا من حبي للفن والفنانات اتجوزت منهم حوالي 7 8. 7 8 اللي هو انت مش فاكر كام؟ لا مش فاكر، بس ماما فاكره، وهي على فكره زعلانه مني ان انا بكرر الحكايه دي كتير. صراحه امك عندها حق تزعل، ده انت سمعه سيئه للرجاله. نونا انا عايز اتعشى معاك الليله. اسفه مش فاضيه، عندي حفله، عندي شغل. يا روح قلبي، قصدي انا بعد الشغل بتاعك نتعشى. افكر. انت بتلعبي مزيكا ايه؟ لا انا ما بلعبش، انا بنفخ. عايز الطلب ايه ده؟ انت بتخاني؟ لما ابقى عصبي، قصدي عصبيه، ولما الاقي حد كمان بيضايقني. لا دي ماما تزعل مني خالص، دي ما بتحبش التدخين. بقول لك يا سليمان يا ساكت، لو سمحت لحد هنا بقى ونفترق. لا نفترق ده ازاي؟ ده احنا مش هنفترق طول العمر يا عليا. جرى ايه يا راجل انت؟ انت الشنب دي مناختي دراعك. سيبهم انا هشيلهم. انت يا ابني بتتفرج عليا، ما تيجي تشيل. خد نونة وعصمت. ها خد دول. اتفضل بقى حضرتك وريني عرض كتافك. نونة ايه ده؟ نونة ايه ده؟ انت اتجننت؟ انت فاكرني ايه؟ يعني انت يا سليمان يا ساكت طول عمرك جاي تفضل معايا انا؟ انا اسف، انا ما قدرتش امسك نفسي. خلاص اتفضل بقى مع السلامة. نونة إيه؟ انا بفلوسي هخليكي اشهر واحدة في الفرقة دي. يا وصلتي؟ انت عايزني ابقى فتاة الغردقة؟ بص يا نونة يا جدع انت احترم نفسك. توحش نونة كل دي ايد يا نونة. تخيلي نفس الرقم الأوضة اللي نزلت فيه قبل كده، بس التانية كانت في اسكندرية. فكرتيني بالولد اللي كان معايا في الفرقة. هو كان بيلعب ساكس برضه؟ أمال هيلعب إيه؟ ولا يهمك. أنت هنا بقى هتقابلي المليونير اللي بتحلمي بيه مش كده؟ يا سلام عرفتي إزاي؟ الست بتحسي بالست اللي زيها؟ أوكي باي باي. باي.
ادخل. شنطة التيه احطهم عندك لو سمحت. ودي كمان. عناية عناية يا عسل يا عسل. انت رقبتك فيها حاجة؟ رقبت مين؟ سوري عايز بقشيش. ثانية واحدة. بقشيش مين؟ احنا خلاص طلعنا سمن. فقولي ايه يا حلو؟ انتي هتخلصي النهاردة الساعة كام؟ ليه؟ انا عندي شغل بس ممكن اسوق عاد يعني. انت مش شايف ان انت صغير شوية على الحاجات دي؟ انت في سنة كام؟ سنة كام مين وصغير مين؟ بتتكلمي في ايه؟ ايه ده ايه ده انت هتعمل ايه؟ ولا حاجة. عليت البطاقة. بطاقة؟ طيب ايه؟ يلا مع السلامة. اتفضل. مع السلامة. ما احبش البت السهلة ابدا. اموت في الواحدة اللي تواخني تواخيني بقى. فقلت ايه؟ انتي توسعي سمنتة النقلطة وانا هجيب معايا الماية واتي. ها؟ ردة الماية في زورك. ظريفة. طيب قذر حب يتهجم عليا. فاكرني ست من اياهم. ايه اللي حصل؟ قرصني. فين؟ حسلم. ايه ده بقى؟ ده منظر ست؟ ده بقى دي ست تتعاكس؟ ده انا شكلي قطع القلب. يلا اديك عرفت النص التاني عايش ازاي. عرفت بس برضو عرفت ان في رجاله كتير تافهه. والله عندك حق بس يعني ده منظر حد يرايل عليه. انا زهقت من حكايه الستات ديت. انا راجل عارف يعني ايه راجل. لازم نمشي. نمشي نروح فين؟ انت وعدتني اول ما نوصل الغردقه نزوغ ونخلع على طول. ايوه نزوغ. نروح فين؟ اي فرقه يا اخي. بقول لك ايه يا غبي، العجواني ورجالته زمانهم قلبين علينا الدنيا، بيدوروا علينا في كل فرق البلد. بصراحه اللي احنا فيه ده قله قيمه، بيطمعوا فينا الناس. ايه يعني يا اخويا؟ ايه يعني اتقرصت؟ ايه المشكله يعني؟ مش احسن ما تشوف نفسك وانت بتشور دم؟ طب اخرتها ايه؟ طب مستعجل على ايه؟ قاعدين في فندق حلو، بناكل بنشرب بننزل على الميه بنشوف حريم. عايز ايه تاني؟ واخر الليله بتاخد الوبايك بتاعك. عايز ايه تاني؟ ما تصحش عليا، انا فاهمك كويس قوي. انت لابت هنا عشان خاطر البيت سكره، صح ولا لا؟ انا سكره مش كده؟ ايوه انا شفتكم مع بعض في الاتوبيس، كنتوا قاعدين بتضحكوا عاملين جو وبتسلفوا لبعض الروش. يا ابني سكره دي زي اختي. اختك؟ خش في عيب. خش. قال اختك. قال من امتى يا اخويا؟ لعلمك من هنا وراح عراقبك. في حد مخبط. ادخل. لو سمحتوا يا بنات، ما حدش شاف نظارتي وشنطتي؟ لا ما شفناهاش. هو كده نظارتي وشنطتي راحوا، يبقى اكيد في حراميه هنا. ميرسي يا ما لا ما انا لازم الاقي النضاره. الحمد لله نظره ضعيف. نونا عاصمك، احنا رايحين نعوم، تيجوا معانا؟ ايه نعوم؟ اوكي نعوم يلا. سوري انا مش هقدر اجي معاكم، انا ما عنديش مايو. وايه المشكله؟ مالك كمان ما عنديش مايو؟ اهي ما عندهاش مايو. صحيح ده انا لا يمكن يبقى عندي مايو. احنا ممكن نشتري من الاوتيل. انا لا يمكن اشتري من الاوتيل. ايه رايك يا عصمت؟ لا انا هدخل اخد حمام بس انا ممكن اتصرف. البحر النهارده يجنن والشمس تحفه. هو يا نونا جلدك يتحرق من الشمس. ما تخافيش انا معايا كريمه هدهن لها جسمها. سمعتي؟ هتدهن لي جسمي وانا هدهن لها جسمها. هندهن لبعضينا. يلا يلا يا سكر. هوبا.
بلعب عقلة. جسمك ضخم قوي من رمي الجلة. وايه التعويرة دي؟ لا دي واحدة رمت عليا قلة. ايه ده ايه ده؟ وازاي دراعك كده؟ ايه ده ولا رجليكي؟ ده اهمال. يلا يا باسم. يلا يلا يا باسم. تمام يا كابتن. يلا يلا يا باسم. يلا يا كابتن. يلا يا باسم. يلا 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 بلاش لمون. اتأكدي يا أنسة تكوني وقعتي ولا حاجة. ليه بقى؟ يعني أي واحدة بتقع بعد أن تكتشف أنا مين تبدأ تحط نفسها على كرسي متحرك وتدخل المحكمة وتعويضات مليون اتنين، يعني استغلال. لا ما تخافش أنا مش هعمل كده مهما كانت النتيجة. شكرا. هو في إيه؟ أنت مين؟ والنبي إيه؟ سكارة. تعمل ايه دي؟ احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ ما افتكرش. انت نازل في الفندق؟ لا بس انا شفت وشك ده قبل كده. فين يا بنت يا سكارة؟ فين يا بنت يا سكارة؟ ممكن في مجلة في جورنال، يعني اعلان عن تبرعات جماعية. يمكن. لو سمحتي كده شوية يا نساء، انا مش شايف منظر البحر لو سمحتي. منظر ايه؟ دلوقتي معاد الكوكتيل بتاعي هيرفعوا العلم. انت عندك يخت؟ اني واحد فيهم الكبير؟ انا ما بحبش اليخت اللي ياخد اكتر من 12 فرد. الله، مين اللي هيرفع العلم؟ مراتك؟ العمال. مين اللي بيعمل لك الاكل؟ الطباخين. شوفي لو يهمك تعرفي اني متجوز ولا مش متجوز. انا مش متجوز. تعالي تعالي تعالي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه اخبار الأبي؟ اه؟ قصدي البورصة. البورصة في الطالع. يعني عملت لك نص ارنب كده؟ ايه ده؟ انت بتلعبي مع الارانب ولا ايه؟ لا، انا بلعب مزيك وبغني كمان. فنانة. ولمزاجك ولا في وقت فراغك؟ لمزاج الفندق والمعازيم والنقطة حسب الجو. انا جاية مع فرقة بنات. انتوا بقى فرقة البنات اللي بتعمل الموسيقى بتاعت اليومين دول؟ ايوه احنا بتوع اليومين دول. فعلا الشباب دلوقتي بيفضل الموسيقى الصخبة، لكن انا شخصيا انا بفضل مزيكة زمان فيها طرب. وانا كمان، انا كمان متخرجة من معهد موسيقى. هايل. واهلك بقى موافقين على شغلك مع الفرقة دي؟ لا طبعا، بابا منع عني المصروف. عنده حق. فين الاغاني الشبابية بتاعت اليومين دولت من الطرب بتاع زمان؟ السلام السلام على حفلات الموسيقى العربية. ولا فرقة ام كلثوم؟ غريبة، احنا ما تقابلناش قبل كده. انا ازاي ما قابلتش واحدة زيك من زمان؟ انت راجل ذوق قوي وشكلك هتطلع طيب وغلبان. نعم. انت هتعمل ايه الليلة؟ شوف يا سكرة، انا باجي على الشط مرتين. مرتين بس؟ يعني مرتين ثلاثة في الاسبوع. عامل ايه؟ شغلي واخد كل وقتي. لعلمك هوايتي هي اللي بتحبني. هوايتك؟ وارثها عن ابويا وجدي، السوسيس. مرسي سكر. انت قاعده بتاكلي؟ احنا عايزين نلحق نغير. روح انت يا نونا وانا هحصلك. براحتك. يا سلام يا نسا. في حاجه؟ شوفي كل واحده تشوفني تعمل كده. انا كمان يا نونا افتكرت. معقوله يا شيخه تفتكريه؟ شويه يا نسا لو سمحتي. شويه شويه. حاسبي يا نونا، هو مستني اشاره من اليخت بتاعه. يخت بتاعه؟ ايوه. تصوري ما بيشيلش غير 12 فرد بس. ده اكيد ياخد اجره جيزه بقى. نونا صاحبتي، احنا مضطرين نمشي بقى دلوقتي. يلا يا نونا. انا اتشرفت بمعرفتكم على كل حال. انت معزوم على السهره الليله. هحاول
لا تحاول ايه؟ لازم تيجي يا حبوب. ها وما تنساش تجيب اليخت بتاعك في ديلك وانت جاي. ها يخت عليها وعلى كمان رجليها. بقول لك يا سكره، هي ايه حكايه الواد ده؟ بقول لك ايه يا نونا، مالكيش دعوه بالواد ده، الواد ده بتاعي وانا اللي وقعته الاول. انا حبيت بس انصحك نصيحه تحطيها حلقه في ودنك. انا لو كنت بنت وانا طبعا بنت كنت حافظت على كل خطواتي. شرف البنت زي عود القصب، لو اتعصر مره ما يتعصرش تاني. وبصراحه بقى انت عودك مسوس، يعني لازم تحافظي على نفسك. انا لو كنت عملت حساب لخطواتي ما كنتش قابلته. وبعدين انا مش جايلي صبر، استنى انا عايز اجري واقول لي اصمت بسرعه، انا عارفه انها هتموت من الفرح. طب يلا يلا عشان نلحق نفضحه، قصدي عشان نلحق نقول لها. يلا يلا عصمت عصمت. الله راح فين دي؟ ما تخافيش زمانها جايه. اصل انا لازم اقول لها، لازم احكي لها. من غير ما تحكي يا حبيبتي، هي عارفه كل حاجه. على رايك البنت عصمت دي فيها شيء لله، كل اللي بتتنبأ بيه بيحصل. يمكن راح تشتري حاجه؟ يمكن يمكن مثلا يعني ان الكومبليزون بقى بدلت قفطان وصاحبها فرقه علبه اللون. بلون 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 من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحه. شلالم شلالم. عصمت هاي سكره، سوري ما سمعتكمش وانتوا داخلين. انبسطتوا؟ مش هتصدقي يا عصمت، حصلت معجزه. ايه اللي حصل؟ حظايف الظريف. النهايه ربنا افتكرها؟ دي معطلقه شويه. يبقى هيسيبونا نلفي سجاير. يا عصمت حذري كويس. قابلت واحد منهم. واحد من مين؟ انا اللي عشت طول عمري احلم بيه. شباب، جمال، فلوس، عنده يخت يا عصمت. عنده اليخت بتاعه؟ وعنده عربيه. كمل يا سكره. هو شاب وسيم لطيف بنضاره، والاهم من ده كله انه عازب. ده مش شاب عادي، ده شخصيه. بصي يا سكره، انت تعكشيه وتربطيه. ده مش هيفلت من ايدي، ده لذيذ وبيتقرش وكمان بيحب السوسيس. ايش معنى السوسيس؟ هنقابله؟ انا عزمته واحتمال يجي. اكيد هيجي، عينيه كانت بتقول كده. انت ايه رايك يا عصمت، هيجي ولا مش هيجي؟ تنبؤاتك بتقول ايه؟ سكره انت فين؟ انا من بدري مستنياكي، بقالي ساعه. المفتاح معاكي؟ اهو يلا. باي 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 يا بنات. باي. تقدر تفهمي اللي انت عامله؟ ماشي حاضر. ممكن افهم بقى التمثيليه السخيفه اللي عملتها على البنت المسكينه ديت؟ عامل فيها مليونير؟ هموت واعرف الطريقه اللي انت كلمتها بيها دي ازاي؟ قال ايه؟ مالك يا انيسه؟ بتبص لي كده ليه؟ عامل لي فيها حسين فهمي حضرتك؟ ما خلاص بقى يا زكي، ما خلاص. طول عمرك بتعمل الحركات الوسخه دي مع الستات، مش عارف ايش الشاهيناس وايش باكيناس، وشاهيناس هي اللي بتحميني وباكيناس هي اللي بتوصلني للباص. بقى في شغاله في الدنيا اسمها باكيناس. يا اخي اكدب كدبه معقوله. ايه عصب؟ بقول لك ايه، انا لما بترفز ما بعرفش ابويا. عصب يا عصب. طيب الو، مكالمه خارجيه حاوليني بيها. نونا، انا الواد الشقي بتاع السن. الله، انت مش نونا؟ طب من فضلك تبلغيها لو تتنازل يعني وتتعشى معايا لو تحب، بعد شغلها طبعا. عشا يخت بعد العرض؟ حاضر حاضر هقول لها. اليخت بتاعك؟ ايوه، يخت شهرزاد. شهرزاد، قولي لها ان احنا هنقضي ليله من الف ليله وليله. انتوا الاتنين بس؟ ايوه. طب قولي الاستاف بتاع اليخت هيكون فين؟ انا مديهم الليله كلهم اجازه. الليله هيبقى القمر بدر وهتبقى ليله انس وفرفاشه. ده ايه ده غير صوت نجاه؟ نجاه هتبقى ملعلعه يعني. دي نونا بتموت في نجاه. مين دي اللي بموت فيه؟ اخلص. ايوه يا استاذ، خلاص خلاص هتجيلك على اليخت. باي باي، مع السلامه.
راجل مين على اليخت؟ الراجل عايزك تقضي معاه ليله على اليخت انت ونجاة. نجاة مين؟ نجاة؟ نجاة الصغيرة؟ انت جرى فعلك حاجة؟ عايزني انا بقى؟ انت اتجننت؟ انا لا يمكن اعمل كده؟ انا زي ما جيت هنا سليم ارجع سليم، لا ابويا يقطعني. انت يعني مش ناوي تروح؟ طبعا لا. خلاص هروح انا. انت جرى لك حاجة فعلا؟ عايز تقضي الليلة مع الراجل ده؟ انت صدقت انك ست بجد؟ انا مش هقضي معاه بليلة، انا هقضيها مع سكرها. وهو هيبقى فين؟ لا 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 يا عصفر لا. يا زكية مش الليلة يا عصفر. علشان ينسوا. بقولك ايه، الورد ده علشانك. علشاني؟ ده منه. النبي ايه؟ عايز يقابلني على اليخت بتاعه، هيستناني عند المرسى. النبي ايه؟ عايز الف سطر للرجاله الموجودين معانا هنا في القاعه. بنات الفرقه لازم يناموا بدري، وانا شخصيا حريصه قوي على كده. تصبحوا على خير واحلام سعيده.
هوبا. اهدار يا روحي. اهدار لايه؟ اهدار للوقت، اهدار للطاقة. معقولة؟ الجو الهادي والقمر البدر ملعلع في السماء واليخت فاضي ونقعد هنا. هترش؟ لا يا روح قلبي، لا لا ما ترقصيش، انا عايزك ترقصي عينيا. يلا بينا نرقص، في نايت كلاب يجنن. يا ابن اللئيمة، ده طلع عنده عربية. ايه في حاجة يا روحي؟ لا انا كنت بسأل اذا كان النايت كلاب حلو ولا لا. ده هايل يعني، هايل، وعندهم فرقة مفيش احسن من كده يا روحي. سلمتي يا روح قلبي، سلمتك. انت ديناميتي عينيا. وانت يا عينيا، انت داري مدفع الالف السعد يا سلمتي. كرة عاطف بقالك كتير مستني؟ مش مهم مستني قد ايه، المهم مستني مين. اتفضلي. مرسي على الورد. سوري، انا لو كان عندي وقت كنت جبتهولك من امستردام. مش مهم مين، المهم مين اللي بعده. يا سلالم. سلالم؟ ايه سلالم؟ سلالم موسيقية. سلالم موسيقية. الأولاد دايما يغيروا الكوارين بقى، أنت فاهمة. ايه ده يجنن؟ يعني حاجة كده متواضعة الواحد عازف زيي. كل دي سمكة؟ سمكة ايه؟ دينا اشتريتها، قصدي اصطادتها من البحر الكاريبي.
صحتك. ميرسي. ايه كل الجوائز دي؟ سباحة، خيل، ملاكمة. ملاكمة دي خطر قوي. لا ما يغركيش، انا بطل قوي جدا، بس حد يقف قصادي. هي بنية بجد؟ طب انا عايزة اشوف الالبومات، ممكن؟ البومات؟ النهارده الخميس الحقيقة، ببقى دايما متلخبط. ليه؟ يعني الاستف والخدمين بيبقوا اجازة. يعني احنا لوحدنا على اليخت؟ خالص. انا عمري ما قعدت مع راجل لوحدينا بالليل وعلى يخت وفي وسط البحر. شوف يا سكرة، انا عايزك تتأكدي ان انت في امان تام. انا متعودة ان الرجالة ممكن تنتهز فرصة زي دي، خصوصا في مكان زي ده، بس انا متأكدة ان انت جنتل. الموضوع مش كده بالظبط، يعني الموضوع ان انا مش مؤذي خالص. مش مؤذي؟ اصل انا ليه حكاية كده مع الستات. حكاية؟ حكاية ايه؟ وانا مع واحدة ست ما بحسش بحاجة خالص. معقولة؟ انت جربت؟ ايه اللي جربت؟ وانا ورايا حاجة غير اني اجرب. ايشي سمرة، شقرة، بني. اكسكيوز مي. ولا حاجة، ولا حاسس بحاجة. زلطة، انا زلطة. ولا حاجة خالص؟ انت كده بتهني. لا مش الفكرة حبيبتي، هي الدنيا كده، زي ما تجيلك تاخد منك. يعني انت ما تقدرش لا تحب ولا تتجوز؟ ما اقدرش، انا حبيت مرة. ولو سمحتي انا مش عايز اتكلم في القصة دي تاني. ايه تحبي تاكلي حاجة؟ لا احكيلي. مش عايز اضايقك. بالعكس مش هتضايقني خالص. كانت أول سنة ليا في الجامعة، كنت بحب بنت اسمها نادية. أبوها كان عنده أجنس كبير قوي، كانت بتلبس نظارة. كنا بنقضي معظم وقتنا في العجمي. وفي ليلة صيف والجو كان صيفي، قررنا نبوس بعض. أنا قلعت النظارة وهي قلعت نظارتها. ما علينا، 8 ساعات. معقولة؟ 8 ساعات؟ ما هي رخرة فرفرت في ايديا ونقلوها لمستشفى، حاولوا ينقلوا لها دم، بس الحقيقة ماتت. يا نهار اسود، دي مأساة. ومن ساعتها مفيش فايدة. يا حرام، كل الفلوس اللي عندي دي تفيد بإيه؟ انت ازاي بتفكر في الأكل في وقت زي ده؟ وانا ليا حاجه تانية افكر فيها غير الاكل. انت مفيش امل للدرجه دي؟ شوفي انا اهلي تعبوا معايا، عملوا كل اللي يقدروا عليه، دول جابوا لي ستات من جميع انحاء العالم، برضو مفيش فايده. وجربت تحب تاني؟ واحب ليه؟ ايه في حاجه؟ ولا حاجه، نفس الموضوع خالص. لا ده انت لازم تكشف عند الدكتور، ودكتور كويس كمان. ما انا كشفت. سافرت فرنسا وقررت نفسي على تلميذ فرويد. دخلنا في أشعة وتحليل وتنويم مغناطيسي. تعرفي أنا لو ما كنتش جبان كنت موت نفسي. إيه رأيك في شوية مزيكا ونوطي النور شوية؟ أنا الحقيقة مش عارف أقول لك إيه. أنا عارف إنك عايزة تساعديني وإنك تعبتي معايا، بس أعمل إيه؟ عارف إن مفيش فايدة. مفتاح النور عندك جنب العمود. زي ما تكون اخدتي معاكي اطرش الاوبرا.
قمرين قمر يا بيت مسا هاي عندي ليك خبر يجنن. خير؟ انا اتخطبت. ايه؟ سليمان اتقدم لي وهنتجوز في الصيف. اتجننت يا زكي؟ اتجننت ليه؟ ما ينفعش تتجوز سليمان. ليه بقى؟ عيبي ايه؟ ما ينفعش يا زكي. ايه اللي خلاها ما تنفعش؟ ما هو قاعد بيتجوز واحده ويطلقها تاني يوم ويتجوز التانيه ويطلقها، يعني جت عليا انا؟ راجل يتجوز راجل ليه؟ اهو استقرار. قمرين قمرين دول ولعانين. زكي حبيبي زكي زكي. ايه؟ انا شايف ان اعصابك تعبانه وعايز تهدالك يومين. بطل بقى تعاملني بالطريقه ديت، انا مش غبي. انا عارف كويس ان في مشكله. طيب امه لازم توافق، بس انا ما يهمنيش، انا واثقه من نفسي واثقه كمان ان سليمان ممكن يضحي بالدنيا كلها علشان. طيب فكرت هتعمل ايه في شهر العسل؟ اه فعلا دي مشكله، بس الحقيقه انا اتكلمت فيها انا وسلمتي. مين؟ سلمتي. اه سلمتك. اه يا ترى هنقضي شهر العسل فين؟ في باريس ولا في هاواي؟ في باريس يا نونا ولا في هاواي يا سلمتي؟ في الاخر استقرينا على ايطاليا، اعتقد ان ايطاليا من البلاد اللي تجنن. زكي ايه؟ الموضوع ده هيبان وهتتفقس. انا عارف ان في وقت مناسب هننفصل فيه. طب الوقت المناسب ده امتى ان شاء الله؟ مؤكد بعد كتب الكتاب. مؤكد هيطلب الطلاق قبل الفضايح، وساعتها انا بقى اللي هاخد النفقه. قمرين قمرين دول ولعانين، قلبي بيسالني عليه. زكي في قانون في البلد. ما كفايه بقى، سيبني يا اخي عيش. نفسي اتجوز واحد مليونير يصرف عليا يستتني. يعني عاجبك عيشتنا ديت؟ تنطيط ويوم شغل وعشرة بقى. في ايه بقى يا عاصف؟ زكي انا عايزك تنسى الموضوع ده خالص، وعايزك كل يوم الصبح تصحى من النوم كده تقول انا راجل 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 ايوه انا راجل انا راجل انا راجل. طب اعمل ايه في الهديه اللي جابها لي سليمان دلوقتي؟ ديت ايه؟ جاب لي اسوار الماس. ايه؟ اتفرج. دي الماس حر يا؟ طبعا. هو انت فاكر خطيبي ايه؟ صايع؟ غشاش؟ بكره يجيب لي بدل الاسوار 10 ويجيب لي فيلا وعربيه ولانسس. بص يا ريس، حجواني. مين؟ عباس. فينك يا راجل؟ ده احنا قلنا انك مش جاي. مش جاي ليه يا حبيبي؟ قلنا انك تستكت بعد اللي عمله استك. اه كله هيتاستك ان اجيلا او عجيلا. صح، بس مين اللي عليه الدور؟ آه. فضل خش.
اخش فين يا حبيبي؟ جوه عشان تتفتش. العجواني يتفتش؟ اتبهنا عليك نسيت. في حد يجي يخش اجتماع الراجل الكبير من غير ما يعدي على الجمرك وتقلب؟ ماشي نتقلب المره دي. انا ما بشيلش سلاح. معقوله يا راجل معكش سلاح؟ معقوله حلاوتك دي؟ ده فاضي. ايه ده؟ مضرب تنس زي ما انت شايف. مضرب تنس ده اخر؟ لا ده مضرب جولف. هنشوفك النهارده في الاجتماع. اتعلمت الحركه الخايبه دي فين يا بابا؟ الله يرحم في الحاره. طب خد. الله 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 الله، ده الباشا هنا كمان يا محاسن الصدف. جاي بقى في الغردقه تصييف ولا تكييف؟ شغل وتصييف. اللي قول لي يا عجواني، انت رحت فين بعد موضوع الكازينو؟ مش فاكر يا باشا. لا افتكر كويس. بعد موضوع الكازينو؟ ايوه. مش فاكر يا باشا. يعني ما زرتش الخن؟ ما افتكرش يا باشا. ما تفتكرش كمان الدم اللي كان على جزمتك اللي بعت تشتري غيرها؟ يا باشا تلاقيني وانا باخد دقني نقطتين دم وقعوا على الجزمه عصوها. ليه؟ انت بتحلق بالجزمه؟ انا بنام بالجزمه. طول عمرك. يكون في علمك احنا عارفين كل حاجه. انتوا مين؟ احنا والاتنين الشهود بتوع الجراج والاتنين المحامين بتوعك اللي قلبين عليهم الدنيا. حد يا رجاله فاكر حاجه من الكلام اللي بيقوله الباشا ده؟ لا يا باشا. ما تقلقش يا عجواني، احنا وصلنا لهم خلاص. اوكي يا حبيبي. اوكي. انت اتعلمت انجليزي فين يا عجواني؟ في كي جي وان يا باشا. يا ننوس عينه. صدق يا عاصم، انا حاسس اني سبت اي كلام. ست مش جدع تاخد اسوره من راجل وفي النهايه تضحك عليه. انا هعملها شيء وانا صغيره، مش ده كلامك؟ خلاص بقى، وانت صدقت وبعدين الراجل قلبه هيتكسر لما يعرف ان لا يمكن هتجوزه. يا اخي راجل ايه بس؟ سكرها يلقى بقى هينكسر لما تعرف اني مش مليونير. هي الدنيا كده، سابق خيل. انك طول عمرك تخسر عشان تكسب مره واحده. انت ايه اللي فكرك بالسبق دلوقتي؟ وصدقني خلصنا منه. يعني انت معاك الاسوره وانا معايا سكره، يعني انت معاك الفلوس وانا معايا الحصان، فهمت؟ ايه جالك زغطه ولا ايه؟ بابا بص هناك. نهار اسود. طب يلا بينا بقى نزور عجلنا بقى. مش شبه 40؟ ليه الحلوين مش من مصر ولا ايه؟ لا احنا سياح من بني سويف. انتوا فين يا حبيبي؟ مالكش دعوه. انا بنتصل بيه. احنا اللي هنتصل. هما طخ تاني، طخ عليك وطخ عليا. يا خسارتك يا زكي، انت هتقعد تعدد لي؟ اخلص. اللي هيجنني ان احنا بعد ما نموت هنروح المشرحه، ساعتها هيكتشفوا ان احنا رجاله. صراحة دي موتة تكسب. تعرف تلم هدومك وخلاص ونمشي من هنا؟ بلم مرهوفة. يلا عمرين عمرين دلوقتي. انت هتتحرص لي؟ انا بتحصل على سلمات. ساكت كويس. احنا نبيع الاسوارة ديت. ايوه واخد بالك، وننزل اسوان نعيش هناك محدش يعرفنا. شكلها هترس على كده. بقولك ايه، احنا مش ناسيين حاجة؟ ما يتهيأليش. مية دي حلاقة بسرعة. ثواني. كده خلاص كله تمام، مش ناسيين حاجه. لا ناسيين. ايه سكره؟ ايه الناس بتجري ورانا وانت هتقعد تحب لي في التليفون؟ امال عايز ايه؟ عايز اسيبها وامشي؟ وايه يعني؟ ما طول عمرك بتسيب النسوان تخبط راسها في الحيط. الكلام ده لما كنت بعزف ساكس مش لما بقيت مليونير. خلاص يا عم ابعت لها جواب، ابعت لها كارت، هنلاقي الناس دلوقتي قدامنا. شش. الو. ايوه سلام. ده من اليخت. الو. انا مبسوط اني سمعت صوتك. وانا هطق وهفرقع. اما انا حلمت حته دين حلم يجنن فظيع. امبارح تقدري تقولي ان انا ما نمتش كويس، يعني ما غمضتش عين. اول ما صحيت من النوم كان نفسي اكلمك. بخصوص بقى ميعادنا النهارده. ما تكملش، هستناك عند المرسى بعد العرض. لا 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 مش هينفع. مسافر قطر. فعلا؟ انت اتخضيتي كده ليه؟
هتقعد قد ايه؟ مش عارف اجيبها لك ازاي. انا مش راجع. مش راجع؟ شغل. يعني تقدري تقولي ببساطه ان احنا هنعمل شركه تضامن مع شركه قطريه لصناعه الحلي، وعلى فكره صاحب الشركه عنده بنت. اه فهمت، هو النوع ده من التضامن. وهي حلوه؟ هي حلوه. انا مصدقك. على فكره انا بعت لك ورد ان انا بحبه. ايه ده ما وصلش؟ مش ممكن. وانا من فضلك ممكن تشوفي اذا كان في ورد وصل على الباب او لا؟ اه طبعا. ازاي ما وصلكيش؟ ده انا بعت مخصوص جهود بالطياره. انت بتعمل ايه؟ الله. في ايه؟ شش. فعلا ده حلو قوي. انا عمري ما جالي ورده حلوه كده. ايه ده تحفه، دي الماس حقيقي، دي تساوي مش عارفه. انت على طول لذيذ كده. دي هديه متواضعه بعبر لك بيها عن مشاعري وعن اللي عملتيه معايا. انا ما عملتش حاجه، حسب لوحده. طب مع السلامه بقى حبيبتي، احسن ان يفوتوني. ها جه الوقت اللي اقول لك فيه ربنا يوفقك. مع السلامه. انا مش عارف انت عايز توصل ليه بالظبط. فين السواره بتاعتي؟ بتاعتك؟ ايوه طبعا دي شبكتي. بقولك يا زكي، احنا متفقين على اي حاجه تيجي بتاعتنا احنا الاثنين. ماشي يا اخويا. فين الاسوره بتاعتنا احنا الاثنين؟ اهدى بس، اهدى اهدى. اكيد عملت بيها حاجه غلط. تلاشي الاسوره في مكانها المظبوط. مين؟ مين؟ انا ستاره. إيه ثانيه واحده. اتفضلي. اتفضلي. اهلا. ايه يا سكرة في ايه؟ حسيت ان دماغي بتغلي. عجبتك؟ طول عمرها عجباني. هديته، هو سافر قطر هيتجوز. عقبالنا. هيتجوز؟ انا لو منك ارميها في وشه. ما اقدرش، ده اول راجل لطيفة قبله في حياتي. بعدين عمر ما حد جاب لي حاجة من غير ما يعوز حاجة. خلاص يا حبيبتي، لو انت محرجه اديهاني انا وانا ارميها في وشه. اوعي تقولي كده يا نونا. بكره تنسيها يا سكره. انساه؟ انساه ازاي؟ حتى لو فكرت كل ما هاكل او اشوف حد بياكل ساندوتشات سوسيس هفتكره. ممكن اعرف ازاي تصرف يا ستي؟ كده لا هنعرف نسافر ولا حتى هناكل عيش. انت رايح فين؟ مش من الباب يا ابني. تعال تعال، لا حد قدامنا ولا حاجه. اخلص. طب السكس والترمبت امسك. هوبا. ولا انا. اه معلش. ايدك نظيفه؟ نظيفه يا ريس. وش وقفه؟ وش وقفه. بص في كمان سيف يا ريس. ايه هات البت على 200 جنيه. امسح لي الجزم. اه معلش. تخسر انت يا حلو. حتى مهجور. خلي غيرك يلعب بقى. على فكرة يا ريس، أنا سمعت كلام كده بيتقال والله أعلم إن الراجل الكبير زعل اللي حصل لقصدي، وبيتقال والله أعلم إن هما الاتنين كانوا زمر في زنزانة واحدة. مش هي دي، قول إنه كبر، قلبه ضعف، لازم يعتزل ويسيب المهنة. بقول لك يا ريس. قول أخويا. أنا رأيي إنك تتقدم باقتراح في اجتماع النهاردة. أنت مالك قاضي عنك ومال الكلام ده؟ خليك في حالك، كمل، خلصني. دي مشكلة يا ريس. ولا مشكلة ولا حاجة. هيجي اليوم اللي نخليه قابل استك ونأستكو. مساء الخير.
احسن احسن. رايحين فين يا حلوين؟ رايحين في داهيه. دول بنتين بتوع السلم يا ريس. شكلهم ايه البنات دي؟ شكلهم كده مش بنات من اصل. صح كده، نفس الوشوش. والشنطه اهي عليها الرصاص. كده بقى يبقوا الاثنين المزيكاتيه بتوع الجراج. اسمع يا خفيف منك، ليه ما عرفتوش تخلصوني منهم هناك يبقى تخلصوني منهم هنا، مفهوم؟ استنوني. يمين شوية. حاضر يا حاج. شمال شوية. حاضر يا حاج. هوبا. هوبا. طبعا كل يا خوشة. واحد عاصم، ايوه انا مش هقدر اقلع الراجل ده. ليه يا ريس؟ احنا لازم امسكوهم. لا 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 لا, لا. عملتوا ايه؟ زاغ يا ريس. وانتوا كنتوا فين؟ كنا معاك يا ريس. طول عمرك يا انا غبي وعارف انك هتوديني في داهيه. متقلقش يا ريس، بعد الحفله كله يبقى تمام. الليلة دي قبل ما نبدأ حفلنا عايزين نقف كلنا دقيقة حداد على روح خمسة من أعز رجالتنا ماتوا السنة دي. أنا بقول نقف أحسن. يلا شوية اظبط نفسك. انتوا عارفين سنة الحياة، لازم الواحد يجي عليه وقت يسلم الراية للي بعده. اسمعوني. انا عموما رشحت واحد من حبايبنا القدام في مجموعة هتقول انه كبير في السن.
في مجموعة تانية هتقول انه بيتعدى حدوده. الحقيقة انا بقول ان الراجل الشجاع صعب ان الواحد يتحكم فيه. هو صحيح موضوع الجراش ما كانش لازم يحصل علشان شكلنا وعشان علاقتنا، كمان موضوع الاتنين المزكتية اهمال، مش كده يا عجواني؟ اعتبرهم ماتوا، دول من 5 دقايق بس كانوا تحت ايديا، يعني فلتوا منك مرتين. ده يبقى اسمها مياصة. سوري اقصد تسامح، ما انت روحك عالية. على فكرة انا لما عرفت ان النهاردة عيد ميلادك قررت ان انا اهديك اكبر تورتة. عيد ميلاد انا؟ ده فاضل عليه 4 شهور يا راجل. هي الشهور بتفرق بين الصحاب. يلا يا جماعة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. امسكوا الولاد دول. ايه اللي حصل؟ يبدو ان فيه مشاكل بينهم وبين التورته. هربوا مننا. ورايا. ما تشغلوش بالكم، مش هيقدروا يهربوا، رجالتنا في كل مكان. سمعتهم بيقولوا ايه؟ مش مهم، هما مش ملاقيين المرسى. اتصل بسليمان بسرعه خليه يستنانا عند الياخ. واقول له ايه؟ قول له ان انت هتتجوزه. اتجوزه ازاي؟ والشرع والقانون؟ مش مهم شرع والقانون دلوقتي، المهم ما تموتش. اخلص. حلمي جميل وضاع مني، بتقلمني انا الاشواق،
غاب عني ما طمني وسابني لحيرة العشاق. صحيت من الحلم وحدي لقيت الدمع في عيني. وايه يا دنيا بايديا ومن حواليا اصواتي اتكسر ولسه جوا افكاري ولا كلام الحلو اللي قلتيه ده. ايه ده؟ راجل ارتقوا ارتقوا. اعتبر ده وعد يا بيبي. طبعا يا حياتي. اوكي باي باي. انا في ايه؟ خلاص مستنينا في المرسى. هوبا يا نونا. مين دي؟ عصمة صاحبتي. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما انا قلت لك انا مش نبيها قوي. شوفي يا بنت الناس انا مزيف. انا حي الله حته عازف ساكس في فرقه. اسمعي الكلام. انا عارفه. لا طب لما انت عارفه ما تعملي في نفسك جميله وترجعي. انت ممكن تتجوزي مليونير. مليونير؟ عارف حدوته المليونير اللي كان عنده عقده وما حلهاش غير الحب؟ عارفها ولا احكيها لك؟ ان انا مش عارفها. احكيها لك؟ يا ريت. على فكره يا روحي ماما انبسطت خالص لما عرفت ان انا هتجوز ومصممه انك انت لازم تلبسي فستان فرح اللي اتجوزت فيه. لا اتجوز ايه والبس ايه؟ لا انا ما اقدرش البس فستان فرح مامتك ده مؤكد ده قديمه. انا عايزه فستان كاجوال. وماله يعني نعمله كاجوال؟ لا اصل انت ما تعرفش عني حاجات كتير يا سلمان. يعني انا ما ينفعكش. انا ست مهمله قوي. يعني انا اللي نظامي قوي؟ ما انا مهمل يا روحي زيك. وماله؟ بصراحة أنا ست صايعة وكان ليا ماضي وعرفت رجالة قبل منك. يعني أنا اللي معرفش ستات قبل منك؟ أنا عرفت ستات ياما. ده أنا مقطع موصل. أنا مش هخلف أبدا حتى لو عملت فيها رامبو. وماله يا روحي؟ أنا مش عايز في الدنيا حد غيرك أنت يا غالي. إيه؟ إيه ده سليمان؟ مفيش احلى من قعده الرجاله يا راجل. رجاله. افتح افتح
افتح للهوى شبابيكك افتح وما تقفلهاش، حدش في الدنيا شريكك.